أتمنى لو كان لدي وجبة خفيفة الآن، ما رأيك يا شيء؟ نعم ماكدونالدز، لنذهب الآن. مرحبا، كيف حالك؟ لا لا لا، انظري هناك، هل ترى لافتة؟ لا يمكنك الدخول إلى هناك، هذا واضح جدا. نعم حسنا، الآن سأريهم. من الجيد أن لدي سمكة فاسدة وبصل نت وعفن. حان الوقت لمزجهما معا. المزيج الأكثر قرفا، جاهز؟ والآن سأرمي هذه القنبلة العفنة. لقد هربوا جميعا وماكدونالدز مغلق. كأن الحشد غاضب جدا. شيء، فلنخرج من هنا. يبدو أنهم شريرون جدا، لن أدعهم يلحقون بنا. بضع دورات أخرى وهنا منزلي، لن يصلوا إلي إلى هنا. حسنا، بما أن ماكدونالدز مغلق، ربما حان الوقت لفتح مطعم خاص. هذه فكرة رائعة، علامة تجارية وملصق وبالطبع قبعة خاصة لأمين الصندوق. يبقى أن أنتظر العملاء الأوائل. ماذا؟ أين أنا؟ إنه وقت الغداء، من فضلك أعطني ساندويشة ومشروب. هذا سهل، الآن سأخذ خبز التورتيلا وأفتح الكاتشب. ما المشكلة معه؟ لماذا لا ينسكب؟ حسناً، لدي قوس ونشاب تحسباً. هيا طيري، وإطلاق بام، على الهدف تماماً. الآن يمكنني صب بعض الكاتشب على الخبزة. لا شيء اسمه الكثير من الكاتشب أبداً. والآن ورقة خس وقطعة لحم. ماذا تفعل هناك؟ إنه في عجلة من أمره. حسناً، انتهيت، كل شيء سيكون على ما يرام. يبقى فقط لف السندويشة وجاهزة. وهنا كوب من الكولا، تفضل طلبك. شكراً، هذه هي النقود أخيراً. ماذا؟ الكوب فارغ؟ وماذا يجب أن أشرب؟ هذا لن يعمل معي. نعم، نسيت أن أملأها بمسدس الكوكاكولا الخاص بي. سأصلح الوضع الآن. هل هذا كافٍ؟ بالمناسبة لدي قواعد جديدة، لن أستقبل حراس الأمن بعد ذلك. كيف تجرؤي؟ حسناً، دعونا نأكل الآن. ماذا؟ ساعدوني، هناك يد بشرية بدلاً من اللحم. مرحباً عزيزتي، هل تستطيع جدة تناول كوكتيل واحد من فضلك؟ لدي النقود هنا أيضاً. ها هي، هيا جهزي لي. إذن ها هو مرجل عائلتي، وها هو كتاب الوصفات. نعم نعم، هذا مثير للاهتمام للغاية. ربما سأبدأ بالحليب، أسكبه في المرجل. وماذا بعد؟ هل أنت متأكد من هذه الوصفة؟ حسناً، سأضيف قرن يونيكورن وزوجاً من العظام وخفاش وأرجل الدجاج وعين هاجي واجي. والآن أخلط كل شيء جيداً. هناك شيء مفقود. حسناً، ماذا يوجد في الوصفة أيضاً؟ فأر حي، إذن فأر حي. أوبس، يبدو أنه لم يعد حي. هذا يحدث أحياناً. تبقى فقط ملء الزجاجة. هذا رائع. والآن الكثير من الكريمة في الأعلى. مثالي فقط. وبالطبع لا يمكن الاستغناء عن شعار المطعم. الآن أصبح لطيفاً حقاً. هذا هو الكوكتيل الخاص بك، تفضلي. لقد أخفتيني، شكراً لك. إنه كوكتيل غريب. حسناً، سأتذوق. طعمه غير عادي قليلاً. أوبس. هل كان من المفترض أن يحدث ذلك؟ سأتحقق من الكتاب. شيء، ما هي الوصفة التي فتحت عليها؟ لقد هربت على الفور.
أنا هنا، الكونت دراكولا العظيم. هذا مخيف. هذه فرصة رائعة لتناول وجبة خفيفة. هيا يا فتاة، استيقظي. هذا أنا الكونت دراكولا. هل يمكنك أن تعدي لي برجر من فضلك؟ شكراً جزيلاً. إذن برجر؟ لا مشكلة، لقد وضعت الخس والبصل على الخبزة، والآن ربما سأضع الثوم، فهو يشبه إلى حد كبير الأنياب. ماذا؟ بدون ثوم؟ أوه، من الصعب إرضاؤه. حسناً حسناً، سأصنع أنياباً من الجبن. لقد صنعتهم بشكل جيد جداً. حسناً، حان الوقت الآن لإشعال النار. بضع دقائق تحت قاذف اللهب، وسيتم طهي شريحة اللحم بشكل مثالي. أضعها هنا، ثم خيار مخلل، وأغطيهم بالخبزة. مرحى مرحى، أخيراً هنا برجري، الآن سأتذوق هذا. إيوه، طعمه ليس جيداً إطلاقاً. انتظر لحظة، أعتقد أنني أستطيع إصلاح الأمر. مصاص الدماء يحبون الدم، لكن ليس لدي دم. أعتقد أن عصير الطماطم سيفي بالغرض. سأعصر هذه الطماطم فحسب. هنا كيس كامل من الدماء الطازجة، هل هذا يناسبك؟ أوه نعم، هذا ما أحتاجه. لعابي يسيل، بسرعة أعطني هنا. لا مشكلة، سأقوم بعصره على البرجر، هذا أفضل بكثير. هذا مختلف تماماً، أفضل برجر أكلته على الإطلاق. نعم، شكراً على الزيارة. كم هذا غريب، ماذا حدث لي؟ عزيزتي، هل تعلمين؟ أريد أن آكل، أنا جائعة. هل يمكنك إعداد لي بطاطا مقلية؟ عزيزتي، أنت رائعة. حسناً، أحضر هذه البطاطس، سيدك سيستخدمها الآن. بضع ضربات دقيقة وسيتم تقشير البطاطس. هذا كل شيء. الآن اسحبها وضعها على جهاز التعذيب الخاص بي، أي جهاز القطع. لا يوجد شيء أفضل للتقطيع من المقصلة القديمة الجيدة. بضع ضربات بهذه المقصلة وانتهيت. شرائح مثالية، تبقى فقط قليها. القليل من الملح، ويمكن تحويل كل شيء إلى عبوة خاصة. لا تزال ساخنة. حسناً، إلى أين بدون شعارنا؟ لقد قمت بتسخينه، والآن سوف أطبعه مثل البصمة على هذا الصندوق. انتهيت. ها هي البطاطس، تفضلي. شكراً لك. لماذا لا أستطيع الإمساك بها؟ أريد حقاً أن آكل. هل لديك فكرة؟ الجرعة حولت السيدة العجوز إلى شبح، إذن يمكننا تحويل البطاطس إلى شبح أيضاً. بضع قطرات هنا وسنرى. نعم، لقد نجحت. الآن يمكنك تناول الطعام. شكراً جزيلاً لك. يا لها من رائحة ويا له من طعم. أنا أطير إلى السماء الآن، شكراً. يوجد ماكدونالدز هنا. مرحباً صديقتي، إنه لشيء رائع ما فعلت هنا. أنا أريد فطيرة الكرز من ماكدونالدز الخاص بك. هيا. حسناً، سأتعامل مع هذا العجين الآن. أعتقد أن هذا سيفي بالغرض. سأضخ الحشوة في هذه العجين باستخدام هذه المحقنة. والآن أحتاج إلى طرقها بمطرقة ثقيلة. ممتاز، الآن سأستخدم السكين الكبير هذا. وهنا الهيكل العظمي، أضعه في النعش من العجين. وهنا المربى، أفتح هذا المرطبان. إنه بيت الديدان، لكنني سأخذ كرزة فقط. أضعها داخل التابوت،
وأغلق الغطاء. والآن سأضعها في مرجل به زيت مغلي. إنه القليل. حسناً، يبدو أن هذا يكفي. تفضل النقود. ماذا؟ إنه نعش. حسناً، لا مشكلة، زينة جميلة. وما هذا الشيء القاسي في الداخل؟ أوه، إنه هيكل عظمي. لدي الكثير من المال الآن. إذا أعجبكم فيديو اليوم شاركوه مع أصدقائكم، ضعوا إعجاب واشتراك في القناة. نراكم في الفيديو التالي. وداعاً.